أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى نشرة الخامسة المفصلة من العربية، ونستهلها بأبرز العناوين. طالبان تعلن سيطرتها على وادي بنشير، وأحمد مسعود يقر بالهزيمة ويدعو لانتفاضة وطنية في أفغانستان. الخارجية الفرنسية تدعو إيران لتقديم تفسيرات كاملة للوكالة الذرية حول مواد نووية سرية لديها. وتنديد أوروبي بالاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا، وقادة الانقلاب يمنعون أعضاء الحكومة من السفر. الداخلية السودانية تعلن أن أوراق شحنة السلاح المضبوطة في المطار سليمة وتعود لتاجر سلاح. أهلا بكم عبر رسالة صوتية. أقر زعيم المقاومة في إقليم بنشير أحمد مسعود بسقوط الإقليم بيد حركة طالبان التي أصبحت تسيطر على كل أفغانستان. زعيم بنشير أحمد مسعود اتهم حركة طالبان بالعمالة، داعيا الشعب الأفغاني للتظاهر ضد طالبان في كل مناطق البلاد. واعتبر أحمد